مساوي غدا؟ لك انا ما جبت لكم اللحمه والهبره من الصبح؟ جبتها ولا ما جبتها؟ بلا ابن عمي جبتها، بس انا الحق علي، انا شو قلت لحالي؟ نحن عنا صحن مجدره من امبارح بنعمل معه سلطه بيمشي الحال، اليوم نقضيها يعني هيك مجدره؟ لك رح يصير معي نفخه من ورا المجدره. لك الله لا يوفقكم، انتم بدكم تسودوا لي وشي مع اخي؟ بعد الحمه لك والله ما حكيت يا ابن عمي انك عازم سلفي على الغداء. لك انا حر، لك انا حر، بعزم مين ما بدي وامتى ما بدي. يا سيدي من الآخر بدكم تساووا أكلة الكبة وحسابي معكم بعدين. هلأ كبة؟ لك كبة مقلية وكبة بالصينية وكبة مشوية وكبة لبنية وشوربة وسلطة ولبن، وهلأ عملوا لنا كاسة شاي. إيه؟ إيه إيه. لك عسلية. تفضلي مرت عمي الغدا جاهز. اسلموا هديات. بدك شو هاد؟ شو لسه جوزك ما اجا؟ لا والله ما اجا. قاعده تقبريني؟ قاعده كلي. لا مرت عمي معلش بستناه شوي يعني بركي ما طول. لا تقبريني، لا يمكن يطول ويتاخر للمسا ما يجي. قاعده تقبريني قاعده كلي. ايه مرت عمي بس انا ما بحب اكل من دونه. خلاص كلي انت ان شاء الله الف صحه. وانا الله يصلحه المعتز، الله يصلحه. والله أبو عصام ما كان يتأخر دقيقة عن وقت الغداء. شو طيبين؟ إن شاء الله بيعيشوا هديات يا خيرية. شو مرت عمي؟ نسيتي إنه أنت اللي تبلتيهم ولفيتيهم؟ لا تقبريني والله ما نسيت. شو فكرتيني مخرفة؟ لا بس مو أنت اللي طبختيهم، حطيتي نفسك الطيب فيهم. قلي تقبريني يلا كلي. هلا بيبرد. شايفك جايب قهوة. لك على أخي القهوة مفيدة كتير قبل الغداء. أخي الله يرضى عليك، إذا الغداء مو جاهز أنا ما عندي مشكلة، خلاص بمشي ما عندي مشكلة. لك شو مو جاهز؟ هو اللي جاهز. بس قلت لحالي خلينا نقعد ندردشنا بكلمتين. أنو إيه ما خلينا قصة ما حكيناها لك عصام شبهنا. ليش ما حكيت لها؟ لا ما حكيت لي عن قصة أبو نبيل اللي أخذ الدبسات وطلعوا مقطنين. لا إله إلا الله. صحتين أخي صحتين. شرف عمي أبو حاتم. شو هدول؟ هدول مرابح البنك عمي. لا عمي هدول المصاري مو إلنا مو من حصتنا، لحتى نشوف الشرع شو بيقرر. ايه وانا شو بدي اعمل بهالمصاري عمي؟ لمين بدي اعطيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ماشي عمي هلا خليهم معك، واليوم بعد العشاء بتجي لعندي على البيت وانا بستدعي الشيخ عبد العليم وابو قاسم ومنشوف شو بيحكم الشرع فيهم. بالنسبة لقصتك أنا كمان مالي نسيانة، بس شفت البلبلة اللي صارت بالحارة هي اللي أخرتنا. إن شاء الله اليوم منحلك الليات مع بعض. كتر خيرك يا عمي أبو حاتم والله خجلتني. شو معلم أبو ديبو؟ شمرني يا معلم. ما بدك تشربوا كاسة شاي للمعلم عبدو؟ أحلى كاسة شاي للمعلم عبدو. سلم إيديك أبو ديبو. معتز؟ معتز؟ شو نمت لك أخي؟ بس ما خلص الغداء. يعني تكي تكي. خذ لي طريق خذ لي طريق أخي. الله يرضى عليك خذ لي طريق. لك كنت عمل لي شي عروسة زيت وزعتر. الله وكيلك حلي على قلبي من كتر ما أكلت ملبى. معك حق أخي معك حق. والله معك حق. شو بك عصام؟ آخ لك أخي آخ. عندي نسوان تنتين رح يجيبوا لي النقطة، رح يجيبوا لي الجلطة. بعيد الشر عنك لك أخي، بعيد الشر عنك. لك كل يوم على قال وقلنا وخنا وليش طبختي وليش نفختي؟ لك طلع بلقي وما كانوا يفهموا. عم تضحك لك أخي؟ شمتان فيي؟ لك لا مو شماتي لك عصام، مو شماتي أعوذ بالله، بس معتر يا جوز التنتين.
جاي على بالي ارمي عليهم يمين الطلاق واخلص منهم هن الجوز. لك عصام شو هالحكي ها؟ تفمن تمك تفمن تمك لك اخي، شو القصه بهالبساطه؟ ابن عمي معناها خلص الغداء. الحمد لله. ابن عمي بتحبوا السلطه خشني ولا ناعمه؟ خشني ناعمي. جيبوا البندوره والخيار لهون نحن بنفرمون. سويتوا لي وشي قدام اخي الله لا يوفقكم. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. عمل لك مليسة؟